قديس كون مقبول يا رب. مرتا مرتا، قصة الكل بيعرفها، بس في أمور لازم نوضحها فيها شوي أكتر. إنه ربنا قال مرتا مرتا وكمل، نحن منقول مرتا مرتا ومنوقف إلى كمالة. ربنا يسوع ماشي مع تلاميذه، فات على ضيعة، في على بيت مرتا ومريم، وكمان عندهم خيهم اسمه لعازر، هي اللي قاموا من الموت، صديقه من عائلة بيحبها يسوع أكيد وهن بيحبوه. فات على البيت لعندهم، مرتا فاتت على المطبخ تحضر الأكل، يسوع وتلاميذه ويمكن معه ناس كتير عدد كبير أكيد بياخد شغل كتير. مريم راحت قعدت عند جيران يسوع تسمع شو بيحكي، تسمعوا شو بيقول، تسمعوا شو عم بيحكي عن ملكوت الله. مرتا قاعدة بالمطبخ، الشغل كتير كبير، انزعجت، ضايقت من أختها لأنها تعبت، تحضير الأكل بياخد شغل، إنه تعمل تبولة، كبينية، تبلات، بطاطا مقلية، شغلة كتير يعني مش عم بتلحق واحدة، وبدها حدا يساعدها. طيب مريم قاعدة مبسوطة عند إجرين يسوع، صرخت وقالت له مش منتبه يا رب إنه مش شايف إنه أختي تركتني عم بشتغل وحدة؟ ما بتقلها تساعدني؟ ما قالها تيجي تساعدني. هون جواب يسوع الشهير، مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، عم تهتمي بأمور كثيرة ومضطربة الآن هتلاقيني هم، إنما المطلوب واحد، المطلوب واحد. مريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها. هذا معناه أخوتي ربنا عم بيوصلنا مساج، رسالة كتير حلوة. الأكل مهم وتحضير الأكل مهم، بس عم بيقلنا بين تحضير الأكل والأكل وكلمة الله، كلمة الله أهم، أهم بكتير. إنه مرتا لام الطربة، بدك تحضري لنا أكل وأحسن نوع أكل، ببساطة فينا ناكل كل شيء، ما تروحي بالأكل وتهتمي فيه وتنسي كلمة الله، فينا ناكل أي شيء، أي شيء بناكل، بس أهم شيء هون المقارنة إخوتي بين مرتا ومريم، هي مقارنة بين نوعين من حب للرب، مش بين شيء منيح وشيء عاطل. لأنه نحن وقت نقول مرتا مرتا منفكر شيء مش منيح، لا، مرتا بتحبه للرب كتير، عم تحضر له أكل من كل قلبه. بس بدنا نفهم شغلة هلأ هون، إنه وقت منقعد نحضر أكل لوين بتوصل فينا الانهماك والاضطراب، إنه أنا ملبك صرت بتحضير الأكل وين بصير أنا عم بحضر أكل. وقت بدي أختم مع لبكة، مع قلق، مع اضطراب، مرتا وكأنه عم بتقول إنه طريقة مريم أقل مستوى من طريقتها هي، إنه إلا تساعدني، إنه تترك كلمة الله وتيجي تشتغل معي، هذا الشغل هلأ أهم، بنحضر الأكل، الأكل أهم من كلمة الله، هيك فكرت. مرتا نسيت يسوع، نسيت الرب، ملبكة بتحضير الأكل، غرقت بتحضير الأكل لدرجة الهم والقلق والاضطراب، وتحولت، هيك تحولت من خدمة للرب لخدمة ذاتها، لخدمة الأنا تبعها. أنا عم بهتم، أنا عم بتعب، أنا عم بكد، أنا عم بشتغل، أنا عم بحضر، أنا خلي تيجي تساعدني. هيدي بعد خدمة أقولكم تقدمة ولا شو صارت؟ أنا عم بتعب، منكم شايفين أني أنا عم بتعب، ما حدا بيتطلع فيي. وقت بتصير الأنا هي المحور، شو بيصير؟ نوصل للإنزعاج وإنه ندين غيرنا، نوصل لأنه مننزعج، ليه؟ الأنا تبعي بطلت قابلة حدا حدي
مش عم بيعمل اللي أنا بدي إياه إلا أنه تساعدني، مش منتبه تركتني أشتغل وحدي. وكأنه مريم قاعدة عند جيران يسوع مرتاحة، ما عندها شيء تعمله، ما عم تعمل شيء، وأنا تعبت كتير بالشغل وما حدا بهمه أمري. أخوتي، خدمة المحبة، وقت في محبة وعم بخدم بمحبة، المحبة ما بتطالب، بتعطي ما بتاخد، بتعطي ما بتاخد. وما فينا نربح جميلة وقت بدنا نخدم، ما فينا. ما طلب منا أكل، إجا لعندهم يزورهم، يسوع معروف هدفه كلمة الله، فات عبيتها تيحكيها كلمة الله. ما تتلبكي بالأكل، أنا ما طلبت منك، كان فيك تيجي تقعدي حد مريم، ما حدا بلومك. أنت قررتي تعملي أكل، كتير عظيم. لا بك توصلي لمطرح تديني أختك إنه قاعدة بلا شغل ولا عملي وأنا عم بشتغل، صار فيها دينوني في حكم، وفي تربيح جميلة. بين هلالين أخوتي، ببيوتنا أمرار بتصير، إنه ما بدي نوصل لمطرح إنه بلش نمر على بعضنا، بس بتصير أمرار أم بالبيت بتتعب. إيه بتتعب، إنه عائلتها كبيرة، ما حدا بيطلع فيه، ما حدا بيساعدني، تعالوا ساعدوني. أو بي، إنه أنا عملت لكم، اشتغلت لكم، عمرت لكم، جبت لكم، وورتي وراكم وبيوت وأرض. هي مين طالب منك؟ مين طالب منكم؟ شو عم تعلموا أولادكم؟ إنه بعدين هني ربحوا جميلة أولادهم؟ أو تعطوهم وتقولوا لهم ما قلنا بالفضل، نحن جبناكم بمحبة، واللي عم نعمله بمحبة، بدون ما أنتم ما طلبتوا منا. وقت الإنسان بده يعطي ابنه أو غير ابنه، ما يربح جميلة، هيدا العطاء، والعطاء فيه فرح، وربنا اللي بكافي. إذا أنا عم بخدم الرب، ربنا هو اللي بكافي مش الإنسان. ما أنطر مكافأة من الإنسان، لأنه ربنا رح يعطيني أضعاف الأضعاف. مريم، كلمة الله هي الأهم. ربنا مدح حب مريم أكثر من مرتا، ليه؟ وقال إنه اختارت النصيب الأفضل، هو القعود مع رب، جلوس مع ربنا. صدقوني، كم مرة الأحد أمرار كتير مننهمك بأمور كتيرة وما منقدر نجي على القداس لأنه يمكن عنا عزيمة أو عنا شو ما كان. إنه أنا بصلي ومآمن وكل شيء، بس ما قعدت مع الله وسمعته، ما قعدت معه، ما قعدت معه. مريم قعدت وسمعت الله، قعدت تسمع. تركيز على كلمة الله أهم من الأكل بكتير، رح نشوف ليه. ربنا ما لام مرتع اهتماماتها، ما لامها، بس طلب منا إنه تحط أولويات بالحياة، وهي المطلوب منا نحن كل واحد منا. شو الأولوية بحياتنا؟ شو الأهم بحياتي؟ بطني وإكلي أو روحي؟ في شيء مهم؟ في شيء أهم؟ في شيء أهم، الأولويات مهمة بحياتنا. قديش يوجد، قديش في اليوم من خدام للرب مزعوجين على طول ونق بيلوموا غيرهم بحجة إنه ما حدا بيساعدهم، بيضلوا تعبانين، ما حدا بيطلع فيهم. أنت عليك خي تشتغل وما تطلع بغيرك إذا أنت عم بتقدم. إذا جابرينك بالقوة تشتغل، صار حديث تاني. اللي بيعمل الخدمة للرب ما بينزعج إذا عرف كيف يسمع كلمة الله صح. اللي بيسمع كلمة الله صح وبيشتغل فيها صح، صدقوني يا أخوتي، كل عطاءه ما بينزعج، بيفرح وقت بيخدم وبيضحى وبيتعب كرمال غيره، بيفرح، يصير في فرح. وبتعب، وكل ما بتعب أكتر بنبسط أكتر، لأنه بحس أنه ربنا عم بيملي لي قلبي، عم بيملي لي حياتي. هموم الحياة أخوتي بتقتل الله. نعم، هموم الحياة بتقتل الإيمان بقلب الإنسان، بيقسى قلب الإنسان، بيحجر قلب الإنسان. إذا كان كل همه بهموم الحياة، قلبه بطل طري، بطل لين، ربنا بطل موجود. تذكروا مثل الزارع، بيطلع الشوك وبيخنق كلمة الله بقلب الإنسان. هالهموم هيك بتعمل. ربنا خلقنا أحرار، حرين، حرية. والحرية إنه ما في شيء بالأرض بيربطني أبدا، لا أكل لا شرب ولا غيره. شو ما كان بأكل بضل عايش، حتى تياب شو ما كان بلبس ما بهم.
أو نوع السيارة أو البيت كبير ولا صغير، ما بهم، أنا بعيش لأجل كلمة الله مش لأجل التراب. وبصراحة كثير بسمع أحاديث الشباب اليوم، يعني بيصلوا بيأدسوا كل شيء، بس للحظة بتسمع أحاديثهم بيطلعوا لمطرح أهم شيء بحياتي نوع السيارة كيف بدها تكون، قديش في مصاري، أنا اللي لازم أتجوزه شو لازم يكون معه، شو بيته كبير ولا صغير، قديش فيه، شو بيشتغل. يعني طيب هودي كلهم مهمين وبدنا إياهم، بس هل ترى هو بيعطوا حياة؟ شو بيعطوا؟ شو قيمتهم؟ قدام مرض صغير بيوصلوا الإنسان شو قيمة كل هاو؟ مشي بلحظة بتفارق الحياة وكله بيبقى وراك. اعملوا الطعام الباقي مش الفاني، خلينا نشتغل الأكل اللي باقي بالسماء. ونحن اليوم منصوم، نحن بزمن الصوم، شو أهمية الصوم أخوتي اليوم؟ الصوم له قوة بتحرر الإنسان من شهوات الجسد، بتحرره من حاجته للتملك، الرغبة إنه بدي أملك كل شيء، والرغبة بتحقيق أو اللي بدي إياه هلا. أنا على طول نحن البشر إذا بدي روح لمطرح زيارة بدي روح هلا، بدي غرض بدي إياه هلا، بدي أشتري شيء بدي إياه هلا، هل هلا بسرعة وهلا شغلة كتير تأذينا نفسيا وبتأذي اللي حوالينا، بتخلينا نعصب لأنه هلا ما بقدر أحصل على شيء بهالبساطة والسهولة. الصوم بيعلمنا شغلة كتير حلوة كيف نتحرر، نتعلم بالصوم ضبط النفس، نتعلم التجرد، نتعلم الصبر، إنه أنا بالصوم جوعان وما رح أكل إلا بس يصير الظهر وقت الأكل بفطر، تعلمني الصبر إنه الغرض اللي بدي إياه مش ضروري هلا، ولو كنت بحاجة له هلا بس يصير قادر أوصل له بجيبه. بالصوم في نمو روحي وفي تحول، بتحول من خبز الأرض إلى الخبز السماوي الروحي، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. بالصوم تقوى الروح فينا والاستعداد لتحقيق إرادة الله فينا مش رغبتنا الخاصة. الصوم بيعطينا روح أخوتي، بنخلينا نركز على إرادة الله مش على إرادتنا الشخصية، لأنه كل مرة بفكر أنا شو بدي برغبتي يمكن أوصل للخطية، بس رغبة الله القداسة بتعلمني إني أعمل إرادة الله مش إرادتي. بالصوم أخوتي كمان بتخليني أتضامن مع الفقير والمحتاج ومشاركته بالخيرات، بشاركه الخيرات، الله هو معطي كل الخيرات ونبعه، النبع هو ربنا لكل شيء على وجه الأرض، والإنسان ما في يملك هالشيء لنفسه، مطلوب منه يشارك المحتاجين شو عطاء الله من خيرات. بالصوم بيذكرنا أنه هالمشاركة ضرورية مع الإنسان المحتاج إذا كنت أنا عن جد قادر وفيه كل هالشيء أخوتي، لأنه المطلوب واحد، ومريم اختارت هالمطلوب الواحد، اختارت النصيب الأفضل وما حدا فيه الشطيه، كلمة الله وقت اللي أنا بدي إياها وبتفوت على قلبي ما حدا فيه يخدها مني، حتى الشيطان ما بيقدر يخدها مني لو قد ما حطوا لي مغريات. كلمة الله أقوى بكتير، على شرط كون أنا بدي إياها. ليش عم بقول هالكلام؟ المطلوب الواحد وهو أفضل كلمة الله، هيدا شيخوتي يختار مش يفرض، أنا بختاره ما حدا فيه يفرضه علي، أنا باخده أنا بطلبه. مريم اختارت تقعد عند إجران يسوع، وأنا بختار شو بدي بالحياة، أي طريق بدي أنا بنقيه، أي طريق بدي، طريق السماء ولا طريق الأرض أنا اللي بنقيه. مريم اختارت النصيب الأفضل وما رح حدا ياخده منها، لن ينزع منها إلى الأبد. ليش؟ كل شيء، كل شيء رح يروح منا هون على الأرض، ينزع منا، بيروح منا، المال والأرض والبيوت والأملاك والعيال والولاد والناس والقرايب واللي منحبهم واللي ما منحبهم، كله ينزع منا، كل شيء بدنا إياه على الأرض بنحصل عليه ينزع، بيروح مني، ورغم عني غصب عني خارج عن إرادتي ينزع مني، لأنه ببساطة رح أترك كل شيء هون وفل، ما حدا بياخد معه شيء، مش هيك بنقول دايما؟ ما حدا بياخد معه شيء، هاي الحقيقة. بس
إذا اخترت النصيب الأفضل أنا كلمة الله، واليوم وهلا وهون على الأرض إذا اخترت النصيب الأفضل كلمة الله وقبل فوات الأوان، هالشي لن ينزع، ما حدا بياخده مني، لأنه هيدا الوحيد اللي بيكفي معي أخوتي للأبد، وهيدا الوحيد الطريق للسماء، وهيدا الوحيد اللي بيوصلني للحياة الأبدية. ببلش هون، بسمع كلمة الله هون، وبيكفي وبياخده معي، هيدا ما حدا في قشطني لا هون ولا هنيك. بالأخير عشان ما نضل عند مرتا مرتا ونوقف كأنه فيها شيء تهكم أو شيء مش حلو، بدنا نكون مرتا ومريم اثنين سوا، الشغل والصلاة من دون اضطراب، أكيد من دون قلق من دون هم، مع قوة إرادة منا نحن أنه نختار مريم أكثر من مرتا، نختار كلمة الله أكثر من الأكل. صدقوني وكلنا منعرف أنه بالجوع، وقت بجوع شو ما أكلت بسد جوعي، شو ما أكلت، بس إذا وقعت بخطية مش شو ما كان بيريحني أبدا، مش شو ما كان بيخليني صير نظيف أبدا. لو تحممت 100 مرة بالنهار وأنا عامل خطية، روحي الملطخة مش جسدي، ما في شيء بينظفها لكلمة الله وبيطوب مني وإرادة مني. أنا بدي أخذ قرار، أنا شو بدي، وين بدي يكون، وبس اسمع كلمة الله، كلمة الله قوة، وبس تدخل علي صدقوني، بس تفوت علبي بكل قوة وبصدق وبإرادة مني، ولا ممكن الخطية ترجع تفوت على قلبي. لو قد ما صار مغريات، القوة اللي معي هي الله، ومن كان الله معه فمن عليه، هذا ربنا، إنه تكون الأولوية بحياتنا لكلمة الله، لأن هي اللي بتعطي الحياة والحياة الباقية للأبد. واليوم عيد رفقة، إن شاء الله بينعاد عليكم يا رب. رفقة أخته لمر شربل بالرهبنة ذاتها، رفقة هالإنسان اللي تألمت وتوجعت كتير، ورغم ألمها ووجعها وبطلت تشوف ضلت تشتغل بإيديها، كان عندها الشغل والصلاة، صلي بتمها تشتغل بإيديها، وهي إنسانة عندها وجع هائل، وبآخر حياتها قدرت تزحف وتفوت على الكنيسة وتقشع. ربنا عطاها نعمة بآخر لحظة إنها تشوف ضو، تشوف أخوتها الرهبات وتتناول، وبتعرفوا رفقة هالإنسانة الوجع اللي كان عندها منه طبيعي أبدا، لأنه مش بس انقبعت عينها أبع عليها الحكيم من دون بنج وانطفيت التاني، حتى العظامة صابت بنوع من كانسر سرطان، ضرب العظامة تفكفكت، حتى إنه عم بيشيلوها تينظفوها وتينظفوا التخ تبع تطلع العظمة من محلها تبع كتفها أو إيدها، وما كانت تقول أخ. ما بعتقد هيدي شغلة عادية، لأنه نحن إذا واحد بدقه شوكة بيحمل إصبعه بضل كل نهار يصرخ موجوع، هي شغلة منا عادية. شافي نعمة الله صدقوني بتكفي الإنسان، وهيك ربنا قال له لمربولوس، قال له نعمتي تكفيك يا بولس. شو يعني تكفيك؟ وقت نعمة الله بتكفي الإنسان معناتها بتكفيه بكل شيء، بالوجع وبالشبع وبالجوع وبالعطش وبالتعب وبكل شيء، بضل عنده فرح، بضل عنده سعادة. هيدي رفقة اللي وصلت له بالأخير. إن شاء الله كلنا أخوتي نكون على طريق القداسة مثل رفقة، نقبل كلمة الله مثل مريم.